يعتبر البحث العلمي المرجع الأساسي الذي يؤدي إلى الوصول للحقائق العلمية المطلوبة وتجميعها من خلال مجموعة من القواعد والقوانين والنظريات العلمية، ويقوم الباحث بالحصول على معلومات والحقائق من خلال عملية البحث المختلفة بناء على العديد من المناهج العلمية التي تتمتع بالدقة والتنظيم والتي يكون لها هدفاً محدد، وذلك بواسطة الكثير من الأدوات والوسائل المتعلقة بعملية البحث. بين التطلعات وبين ما هو موجود، وكان الحضور الحقيقة كبير من قبل الأساتذة أيضا التدريس وأرسال أقسام والأقسام العلمية وسنوات سنة رابعة بالكلية، وهذه ورشة العمل الحقيقة كانت موجهة إلى طلبة السنة الرابعة المقبلين على البحوث العلمية. ومن هذا المنطلق أقيمت ورشة عمل تحت عنوان تطوير البحث العلمي بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وذلك لتطوير مناهج البحث العلمي والسعي إلى مواكبة التطور العلمي السريع بما يخص البحث العلمي وكذلك المناهج الدراسية. وعلى هذا الأساس أجري قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم مزدى بحثا بما يلائم متطلبات البحث العلمي الحديث ودمج التقنيات الحديثة والاستفادة منها للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطلبة في السنوات الرابعة من حيث التمويل والوقت. بخصوص طرق البحث، والفئة المستهدفة هي طلبة سنة رابعة من كل التخصصات، تساعدهم كيف أنهم يقوموا بالعود بالطريقة الصحيحة المتعرف عليها. الحضور طبعا كان جيد من كل التخصصات، سواء أحياء، كيمياء، اللغة الإنجليزية، فكل السنوات كانت موجودة، ونأمل من الطلبة أنهم يكونوا استفادوا من الشرح من ورشة العمل اللي هي متخصصة في طرق البحث. حضر هذه الورشة جميعا من الطلبة والطالبات بجميع التخصصات وأعضاء هيئة التدريس، حيث طرحت العديد من النقاشات العلمية والتساؤلات بالاختصاص والإجابة عليها من قبل المختصين. لقناة ليبيا الحدث، دانيا جمال.